لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة إيه اللي حصل في اللجنة بالظبط؟ أنا الحمد لله والله مبسوطين جدا والحمد لله إن شاء الله خير اللي جاي إن شاء الله. غنيت إيه؟ غنيت أي دمع حزن لا الأستاذ عبد الحليم حافظ، وغنيت بنت الجيران. طيب ناس بتقول إن دخولك اللجنة ودلوقتي واسطة بعد آخر حفلات مش عارف إيه والكلام ده كله، أنت ردك عليهم إيه؟ واسطة؟ لا معرفش الكلام ده. تمام. طبعا أعضاء النقابة بعتوا لنا وإحنا احترمنا القرار وإحنا جينا ودي حاجة بتاعتهم هم. أنت آخر مهرجان حققته وصل 60 مليون. الرقم ده بيمثل لك ايه، او ان انت كل مهرجان تنزله ما بتخ... يعني مش اقل من 20 مليون 30 مليون الكلام ده كله، ده بيجي منين؟ بيجي من نعمل عند ربنا الحمد لله، ربنا مشاور على الواحد. ربنا مشاور على الواحد. اخر فيديو نزلته على الانستجرام اشتكيت من الحاجات اللي انت بتتعرض لها جامد جدا. بس كان باين على شكلك ان انت متاثر من الموضوع ده. انا كنت محطوط تحت ضغط بقالي فتره وكده، ما كنتش بشوف الحاجات ما بردش. فقلت اما اطلع كده انا ارد على الناس، وبرده بالشياكه برده ان انا اتكلم مع الناس ان خلاص انت حابب تسمعني اسمعني، مش حاببني او مش حابب تسمعني ما تسمعنيش. وانت المشكله ان انت بتبقى يعني انا راجل برفع صوره عندي على الفيسبوك او على الانستجرام او الكلام ده، بلاقيه اللي بيخش بيشتمني هو اصلا مش عندي. مش عندك اصلا؟ هو مش عندي اصلا. طب انت ايه؟ خلاص يا عم انت استفدت شتمتني يعني، خلاص يا عم الله يسهل. رمضان بقى، رمضان الجاي سمعنا ان انت هتشترك مع الفنان محمد رمضان وفي كذا مسلسل. لا والله ما فيش اي كلام، ما فيش اي حاجه ولا مسلسلات في رمضان. لا هو لسه لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه ظهرت. تمام. رساله اخيره ان شاء الله، رساله اخيره للفنان هاني شاكر. احنا بنشكره جدا جدا استاذ هاني شاكر ان هو ادانا الثقه دي تاني، و هنا النقابه هنا هو صورش قدمنا، وان شاء الله باذن الله بنوعده ان شاء الله الفتره الجايه هيسمع حاجه كويسه. التوفيق ده من عليك.